امبارح كنا نشارك في مؤتمر مهم عقد في مدينة نابولي الإيطالية، برلمان البحر المتوسط حوالي 30 دولة تقريبا، واللي بيترأسه النائب الإيطالي جينارو ميلوري رئيس برلمان البحر المتوسط. وعملت معه حوار قصير هنزيجه بعد شوية. كان النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب اللي اتكلم في هذا المنتدى المهم جدا أمام وفود الدول المشاركة. اتكلم على أولا اتكلم على الإرهاب أولا، ولما كانت جرائم الإرهاب بتحدث وكانت دول العالم بتتكلم على إنه الإرهاب ده هو ده إقليمي بس، ده عشان عندكم بس ما بيطولش العالم، وبالتالي ما كانش فيه الدول متعاونة في هذا المجال، وإنهم كانوا بيشوفوا الإرهاب دي ظاهرة محلية وظاهرة إقليمية فقط. بعد ذلك أصبح هناك انتشار للإرهاب في دول العالم، وقال إن احنا كبرلمانيين علينا مسؤوليات خاصة بالتشريع والرقابة. اتكلم على ما حدث في العالم العربي في 2011 ومسألة إسقاط الدول ومفهوم إسقاط الدول وإضعاف المؤسسات في دول الشرق الأوسط، ووجه أمام الدول اللي حاضرة ورؤساء برلمانات الدول اللي حاضرة، بقول لكم حوالي 30 دولة رؤساء برلمانات قاعدين، قال لهم إنه يعني الإرهاب والعصابات منظمات الجريمة المنظمة بيجد الإرهاب أيضا انتشار، وإنه الإرهابيين انتقلوا من أفغانستان عشان يتوطنوا في سيناء الحبيبة مهبط الأديان وأرض السلام، ولكن إنه مصر الكلام ده بعد 2011، وقال إنه في اللي حصل في 2011 في الدول العربية كان مدعوم من الخارج، وقال كده بالظبط بشكل واضح يعني. طبعا كان في تركيز جامد من اللي حاضرين، ووزير الداخلية إيطاليا كان لها كلمة أيضا في هذا المؤتمر، وقال إنه كان في دول، نائب محمد أبو العنين، بتقف وراء الإرهابيين دول عشان تسقط الدول وتفتت الدول المختلفة. وقال طبعا مصر نجحت انها يعني بشكل كبير جدا من خلال القوات المسلحة والشرطة انها يعني تطهر مصر من هذه العصابات الإرهابية. اتكلم ايضا على اللي حصل في ليبيا، اللي حصل في سوريا، اللي حصل في العراق، وكان قاعد قدامنا الوفد الليبي واشقائنا في ليبيا. مش عايز اقول لكم شايفين بلدنا ازاي وبيتكلموا ازاي على مصر وقوه مصر ومصر بتعمل معاهم ايه. نائب محمد ابو العنين هو بيتكلم، انا طبعا سامعهم هم بيتكلموا لانه منهم بعض الناس بداوا يتكلموا معايا على كلامه عنهم، قال لهم شايفين ليبيا، ولكن احنا ليبيا النهارده بنشكر الوفد الليبي اللي موجود وبندعم ليبيا الشقيقه وتتجاوز الوضع اللي هي موجوده فيه. اتكلم نائب محمد ابو العنين ايضا على اللي عاشته مصر في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقال لهم الناس اللي كانوا وقتهم كانوا بيدعوا لهدم الأهرامات وأبو الهول باعتبار كذا وإنها دعوات مقيتة، وقال ده اللي كانوا بيحكموا مصر، والمجمع العلمي اللي حرقوه وغيره كان فيه كلام ورسائل واضحة جدا. اتكلم أيضا على ثورة 30 يونيو العظيمة، واتكلم على الثورة وحقيقة الثورة، وقال ثورة حماها ثورة شعب حماها الجيش، ثورة شعب حماها الجيش، كرر الجملة دي أكثر من مرة في حضور برلمانات الدول اللي كانت موجودة والمشاركة في هذا المؤتمر المهم. اتكلم أيضا على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وما تخوض مصر حاليا حرب للتنمية، واتكلم على العاصمة الإدارية، وقال إن هي ثلاث أمثال العاصمة القاهرة، اتكلم على المدن الجديدة، اتكلم على مصر انتقلت مسألة التنمية وزراعة الصحراء، كنا عايشين على 6% طول التاريخ، النهاردة وصلنا إلى 14% في خلال 7-8 سنين اللي فاتوا. اتكلم على مصر والدولة الشابة وإفريقيا كمان الدولة الشابة، واتكلم على الإرهابيين وإزاي مصر يعني تصدت للعناصر الإرهابية، وأيضا عاقبت وفقا للقانون كل هذه الجماعات الإرهابية. نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين في كلمته. شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمة لهذا الاجتماع. في الواقع أني قد عددت بعض الكلمات باللغة العربية، وقد قامت خدمة الترجمة لديكم بترجمتها، وإني أثمن كثيرا ما اخترتموه موضوعا لهذا المؤتمر الهام، وشكرا جزيلا على دعوتي إلى نابولي، تلك المدينة الجميلة التي يفخر الجميع بالتواجد فيها. شكرا جزيلا.
كالعادة بيختاروا موضوعات هامة جدا، واحنا فخورين بأنشطة بام على مستوى العالم ومشاركته في كل المحافل الدولية واختياره للموضوعات الهامة اللي بتهم البشرية بصفة عامة. الحقيقة موضوع النهاردة موضوع الجريمة عابرة القارات المنظمة، واللي استمعت إليه النهاردة الصبح من الجلسة الأولى فكرني بموضوعات كتيرة جدا كانت بتحدث زمان، وفكرني لما كنت بروح بروكسل للبرلمان الأوروبي وبنروح للبرلمان الدولي ونتكلم على الإرهاب. ولما كنا بنتكلم على الإرهاب من حوالي 20 سنة كانوا الرد الطبيعي لأي حد كان بيقولك الإرهاب ده يعني حاجة إقليمية أو حاجة في بلدكو وانتم مسؤولين عن الإرهاب ده، لكن احنا ما عندناش إرهاب ودي مسألة شخصية تهمكم انتم. إلى أن جاءت الوقت الإرهاب دخل في كل البلاد تقريبا. الإرهاب والجريمة المنظمة ليس لها مكان وليس لها موقع، هي منتشرة في كل العالم. وبالتالي هذا الموضوع بأهميته القصوى لما بنتكلم احنا على جريمة منظمة عابرة للقارات، وخصوصا في خلال 10 سنوات الأخيرة. أنا عاوز أتكلم عن دول بصفة خاصة لأنه الأحداث بتتوالى والمشاكل بتتكاثر، والعالم الحقيقة بدأ يواجه صعوبات حتى في مواجهة هذه الموضوعات. ما فيش شك أن الجريمة المنظمة تهديد خطير للأمن والتنمية والعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والبيئة والصحة العامة التي تؤثر على الأمن والسلم العالمي. ولا شك أن الجهود المبذولة للتغلب عليها لا ينبغي أن تركز على أثارها فقط، بل على اقتلاعها من جذورها لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة. ونحن كبرلمانيين علينا مسؤولية من خلال التشريع والرقابة في تكثيف الظروف التي تؤدي لانتشار هذه الجريمة المنظمة. فهذه الجريمة تتغذى على عدم الاستقرار والنزاعات وضعف الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها الأساسية والأمنية. لكن ما الذي حدث في 2011؟ ماذا قال النائب محمد أبو العنين لبرلمان دول البحر المتوسط؟ متابع. وقد فتحت ما قالوا عنه الربيع العربي الباب أمام مفهوم جديد، كيف نسقط الدول، كيف تسقط الدولة ويفرق شعوبها ونضعف مؤسساتها في دول الشرق الأوسط. فانتشرت على آثارها العصابات المنظمة للجريمة وازدهرت جماعات الإرهاب. وأدلل على ذلك ما حدث في مصر وشاهده العالم كله من هذه المنظمات الإرهابية التي تحولت وانتقلت من ترابورة في أفغانستان لتتوطن في سيناء الحبيبة، في سيناء أرض السلام، مهبط الأديان السماوية الثلاثة. كانت هناك التدريبات الإرهابيين هناك بعد أحداث 2011 التي حدثت في القاهرة، ما اسمه الربيع العربي. والمؤسف أن هذه الجريمة كان وراءها دول تنظمها ومؤسسات كبرى تنظمها من أجل إسقاط الدول وتفتيت الشعوب وتقسيم البلاد. فقط هذا العمل الجشع، هذا العمل المجرم الذي حدث هز العالم كله وكان مرتعا وملاذا كبيرا لدفع عمليات الإرهاب والجريمة المنظمة. ولم يكن الحال بأفضل من ذلك في البلاد الأفريقية والأسيوية، حيث خلق من ضعف الدولة وهشاشتها وعجزها عن مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بيئة خصبة للنمو وانتشار الجريمة المنظمة. فعندما تغيب الدولة تحضر وينمو ويزدهر هذه العصابات، وعندما تدمر النزاعات الاقتصادية الرسمية يزدهر الاقتصاد الأسود ويزداد الفقر والبطالة والاتجار في البشر والمخدرات والأسلحة وسرقة الآثار. ماذا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم مع كورونا كمان؟ إيه اللي حصل في العالم وأيضا انتشار السلاح في العالم؟ نتابع. وجاءت جائحة كورونا والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والاستخدام الواسع للإنترنت في الأغراض الإجرامية ليخلق أنشطة جديدة لعصابات الجريمة المنظمة
ومن الواضح أن الجريمة المنظمة في انتشار وليست في انحسار، والأرقام تدلل على ذلك. مليار قطعة سلاح صغيرة متداولة في الأسواق السوداء العالمية، مليار قطعة سلاح موجودة في السوق، 280 مليون مهاجر دولي على مستوى العالم بسبب عدم الاستقرار والصراع وعدم المساواة ومشاكل تغير المناخ. إن الأمثلة عديدة على الارتباط بين ضعف الدولة وانتشار الجريمة المنظمة. تحدث أيضا نائب محمد بن عين عن الوضع، كان إيه في سوريا، إيه في العراق، ماذا كانوا تريد هذه الجماعات، كانت عايزة تعمل إيه في سوريا وعملت إيه في سوريا والعراق، ما الذي جرى في مصر بعد 2011 وكيف تخلصت مصر من هذه العصابة الإرهابية. نتابع. حقيقة اليوم قابلت أصدقائنا في ليبيا وهم أحبابنا، نحن كلنا نعرف ليبيا الحبيبة، ليبيا الأمن والأمان والسلم التي طالما عشنا معها سنوات عديدة في أمن وسلام، وشعبها شعب، شوفوا ماذا يحدث هناك، إنه من الإرهاب والجريمة المنظمة التي أرادت أن تتخذ لها موطنا هناك. لكننا على ثقة كبيرة أن الشعب الليبي الجسور سوف يؤسس دولته ويبني برلمانه ويؤسس برامج للتنمية المستدامة ويطرد كل هؤلاء من بلادها إن شاء الله. سعدت كثيرا أن أراهم بيننا اليوم ويشاركوننا كالمعتاد، وكما أنا حزين لأنني لم أرى زملائنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي البلاد العربية التي اجتاحها الإرهاب الأسود. فرأينا كيف كان سوريا والعراق وكيف أصبحت عندما اجتاح الإرهاب مساحات واسعة من أراضيها وحاول إنشاء دولة لها فيها، وكيف أجبر نصف الشعب السوري على الهجرة والنزوح إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي وأصبح عرضة لعصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكيف تعرضت فتيات العراق للرق والبيع كسلعة، وكيف حطمت الآثار ونهبت المتاحف وتم الاتجار بمحتوياتها في السوق السوداء لتمويل النشاط الإرهابي. ماذا كان يحدث في مصر قبل ثورة 30 يونيو العظيمة؟ ماذا قال النائب محمد أبو العنين لرؤساء وفود برلمانات دول البحر المتوسط؟ كيف كان الوضع في مصر؟ لقد تحدثت عنه، ورأينا أن الأحداث التي حدثت في مصر، قتل من قتل وهدم من هدم من هدم، ورأينا أيضا تدميرا كبيرا للمتاحف المصرية، حتى وصل الجهل بهؤلاء لفكرة تدمير الأهرامات وتدمير أبو الهول، واعتبروا ذلك تماثيلا ليس لها قيمة وضد الدين وضد الشريعة. هذا جهل وهذا تصور الجهلاء الذي انتشر واتخذوا من الدين سمة لترويج معتقداتهم وأكاذيبهم وخدعهم للبشرية جمعاء. كم من سيارة مفخخة رأيناها أمام المتحف الإسلامي وأمام المجمع المدى العلمي الذي يضم أكثر من 200 مخطوطة نادرة، وكم من حوادث إرهابية حصلت في مواصلات النخل العام وأمام المجمعات الحكومية المختلفة. كان هذا أيام الجماعة الإرهابية وحكم الإرهاب والإرهابيين، ولكن ماذا بعد ثورة 30 يونيو العظيمة؟ وماذا قال النائب محمد أبو العنين عن ثورة 30 يونيو وما حدث حتى اليوم من تنمية في مصر؟ لقد عاشت مصر سنوات سوداء حتى رفعها الله سبحانه وتعالى بثورة 30/6. هذه الثورة الشعبية التي حماها الجيش، التعبير الحقيقي للأمة المصرية، قالت كلمتها في 30/6 وقالوا لا، مصر التاريخ، مصر الحضارة، لم ولن يكونوا بيننا هؤلاء. فكانت ثورة الشعب الذي صار في كل ميادين مصر حتى يحقق مأربه، وانصاع الجيش وقواتنا المسلحة لإرادة الشعب ووقف بجانبه حتى كانت هذه الثورة. وبالإجماع تم انتخاب الرئيس السيسي الذي غير معالم مصر، الذي يبني اليوم مصر الحديثة، يبني حضارة جديدة، يقول للعالم أجمع نحن شركاء البناء والتنمية المستدامة، نحن معكم ضد الإرهاب،
نحن معكم مع التنمية، نحن معكم في التعاون الأمني والسلمي وفي كل الأعمال المخابراتية من أجل هؤلاء. فاختم بنجاح ليس له نظير، وأقول هذا وأنا أعرف العناء والجهد الذي تحملته مصر عبر عشرات السنين حينما كانت تكافح الإرهاب وتحاصره وحدها نيابة عن العالم. كان ذلك دورا عظيما قامت به مصر، وهي اليوم تحاصر هؤلاء ونجحت نجاحا منقطع النظير، وحررت سيناء الحبيبة مهد الأديان، وتدعوكم كلكم لأن تتمتعوا بهذا الجو وهذه العبادة، هذه العبادة المقدسة، الحج المقدس اليوم هي الرحلات المستمرة، أدعوكم إليها لتروا هذا الحج في سانت كاترين وفي مناسك الحج المقدس المسيحي. أهلا وسهلا بكم لتروا ماذا صنعت مصر وكيف حققت الأمن والأمال في فترة قصيرة، وكيف امتدت التنمية المستدامة في كل ربوع مصر. ستجد عاصمة إدارية مساحتها 3 أمثال القاهرة، ستجد 14 مدينة جديدة أنشئت في قلب الصحراء المصرية، ستجد توسعات عمرانية كبيرة لم يسبق لها مسير انتشر فيها الشعب المصري. عبر التاريخ كنا نعيش على 6% من مساحة الأرض المصرية، اليوم امتد العمران إلى 14% من المساحة المصرية في غضون 10 سنوات. هذا إنجاز ضخم، هذا كله هو محاربة أيضا للإرهاب، لأننا نجد المشروعات العمرانية بدلا من التطرف نصنع مفاهيم جديدة بالحوار، نؤكد للشباب وأقول لكم أن مصر دولة شابة وأفريقيا دولة شابة، وعلينا جميعا أن نعي معنى هذه الكلمة. فحينما نتحدث عن شبابية الدول نتحدث عن إمكانية توافر فرص التنمية المستدامة، كيف نصنع ذلك؟ وهذا موضوع مهم جدا، لأن احنا قابلنا الإرهابيين دول والشعب كله، الإرهابيين عاقبناهم وكل من لطخت يده بالدماء في السجون، والشباب الذي انخدع كان معه الحوار. فأنا أقول لكم أن الحوار جزء من محاربة الإرهاب حتى لا ينخرط بعض الشباب في هذه البوتقة الخطيرة. تحدث أيضا عن مصر، مصر الحضارة التاريخ، اتكلم عن المتحف المصري. بمناسبة كمان المتحف المصري كان العالم الكبير الدكتور زاهي حواس حاضرا وألقى أيضا كلمة مهمة، بعد شوية نستعرض جانب من كلمة العالم الكبير دكتور زاهي حواس حول مصر التاريخ الحضارة أيضا اللي حصل في مصر في سنوات ماضية. ولكن النائب محمد أبو العنين تحدث أيضا عن مصر الآن المستقبل الماضي، ولكن نتحدث بشكل كبير حول المتحف المصري الكبير. وأقول لكم ببشرة طيبة أن أمام الأهرام الثلاثة في 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 القاهرة في الجيزة يشيد متحف عالمي، هو أكبر متحف في العالم، ومن يراه سوف يشعر أن مصر الحديثة ومصر القديمة هي أصحاب الحضارة والتاريخ كما تعلمون جميعا. هنا كان الكلمة للنائب محمد أبو العنين اتكلم فيها على مصر في الوقت الحالي، اتكلم كمان وفوت هذه الدول زي ما بقول لحكوا طبعا رؤساء البرلمانات اللي حاضرين كله التركيز مع أيضا هذه الكلمة، لأنه بيتكلم على أمور هناك البعض ربما تكون خافية عنه، ولكن أوضح الكثير من المسببات التي دفعت الشعب المصري التخلص من الإرهابيين والحكم اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت. اتكلم على المرحلة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر كانت ايه وبقت ايه ورايحة لفين بإذن الله تعالى. اتكلم على ما يجري ايضا في سانت كاترين من تطوير، وايضا دعوته للي موجودين، وطبعا هذا المؤتمر بوسائل الإعلام الإيطالية بتكون بتبث هذا المؤتمر، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيتم بث هذا المؤتمر على الهواء مباشرة، والدول المشاركة بإعلامها اللي موجود، وبيكون في تركيز جدا على هذا المؤتمر، لأنه اللي موجودين الناس اللي بيتولوا برلمانين بيتولوا التشريعات المختلفة في البلدان الأعضاء في برلمان البحر المتوسط. كلم النائب محمد أبو العنين في نهاية الكلمة عن الوضع الحالي، واتكلم على ما يتم من بين الدول والتزام الدول وفي التعاون فيما بينها، وأيضا الاتفاقات الخاصة بمكافحة
الجريمة، وأيضا مسألة طالب أيضا بضرورة تشجيع الاستثمار من الدول الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط وأفريقيا، وقال إنه عليكم إنكم تساعدوا هذه الدول باستثمارات فيها، وبالتالي إنه اتكلم على مصر بشكل واضح واستقطاب الاستثمارات، إنه مصر عندها يعني مؤهلة بشكل كبير جدا، لديها بنية تحتية كبيرة هائلة تمت، ولاستقطاب الاستثمارات الأوروبية وغيرها. اتكلم أيضا على الفجوة ما بين الدخل في الشمال المتوسط وجنوب المتوسط، وقال يعني هذا الأمر محتاجين يكون في دعم كبير أيضا، واتكلم على دول الاتحاد الأوروبي وتساءل عن الاتحاد الأوروبي وأيضا المشروعات اللي بتتم ودور الاتحاد الأوروبي، وأيضا التكامل الإقليمي ما بين أفريقيا الدول الإفريقية وصنع والمساعدة في عمليات التصنيع اللي بتتم في الدول الإفريقية. نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين. سيادة الرئيس، هناك العديد الحقيقة من التوصيات أختم بها كلمتي، يجب أن نستفيد بشكل كامل ونقف أمام خطة للتصدي بفاعلية لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة بما فيها الجريمة البيئية والاتجار في المنتجات الطبية المغشوشة والاتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم الإلكترونية. من المهم توافر إرادة سياسية للتنفيذ الأمين لأحكامها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم المساعدة النقدية للدول النامية لبناء قدراتها على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لقد أصبح من الجلي الواضح اليوم أكثر من أي وقت مضى أن إغلاق الحدود وبناء الأسوار أو صد المهاجرين واللاجئين لا يمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية أو شبكات التهريب. بدلا من ذلك يجب أن نركز على معالجة الأسباب الجذرية التي تهدي إلى الهجرة الغير شرعية. على سبيل المثال ورأيناها أيضا في أفريقيا، وهناك وقفة كبيرة، لأنه أنا أطالبكم وأطالب اللجان الاقتصادية المتخصصة كيف يمكن أن نعظم الاستفادة من أفريقيا. اليوم الدروس المستفادة من الحرب الأوكرانية ومن وباء كورونا على أولوياتها، كيف نستفيد من دول الجوار، كيف نتعاون في المحيط الحيوي الإقليمي حولنا، وأفريقيا وشمال أفريقيا وأيضا الدول الأفريقية لها ثروات عديدة في كل المجالات، وأن الأوان أن نستخدمها في الغذاء وفي الطاقة. مشكلة المشاكل الحالية على مستوى العالم النهاردة هي الغذاء والطاقة، وأنا أعتقد أن أفريقيا ممكن تكون مصنع غذاء العالم كله بالأرض الخصبة والمتوفر المياه الموجودة والوقت الموجود التي يمكن أن يبشر فيه عمليات الزراعة مرتين في السنة، وفي نفس الوقت أيضا موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي من الشمس يمكن الاستفادة من حوالي 4000 ساعة شمس في السنة، وده يعني كم كبير يساعد على توليد الطاقة المتجددة. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن عاوز أقول إن إحنا آن الأوان نفكر في مشروعات عملاقة بين دول الشمال مع دول الجنوب، ويكفيني أن أقول لكم أنه ما زالت الاستثمارات من الشمال للجنوب لا تتعدى 2%، وده مبلغ حقيقة رقم متواضع جدا يجب إعادة النظر فيه، ويجب إعادة النظر في كل الإمكانات التي يمكن أن تزيد من القيمة المضافة في التعاون الإقليمي سواء بين الشمال مع دول الجنوب. سعدت كثيرا بالاتفاق الأخير الذي حدث منذ يومين مع الاتحاد الأوروبي لتوريد الطاقة، توريد الغاز الطبيعي والغاز المسال، وهذا بالتأكيد هي باقورة التعاون بين دول الشمال وبين الجنوب، ونريد أن يتكرر ذلك في مجالات متعددة، ونريد أيضا النظرة الحقيقية للاستفادة من كل الاستثمارات من كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية الموجودة هناك. أنا لا أريد أن أطيل، ولكن أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. كان بصراحة في كمان تصفيق حاد جدا للنائب محمد أبو العنين بعد ما خلص كلمته، إنه كل الكلمة بتحمل رسائل للي حاضرين. لما كنتوا بنتكلم ونقول الحقوا يا جماعة وعايزين اتفاقية العالم الأمم المتحدة للإرهاب، كل دولة كانت تقول لك الإرهاب ده مش خاص بينا، الإرهاب ده انتوا عندكم مشاكل بتاعتكم، وسابونا سنوات. عايز أقول لكم من بداية الثمانينات
العالم فشل انه يعمل اتفاقيه لمكافحه الارهاب وكله يتفق على مسمى الارهاب. لما بدا الارهاب قال لهم كده النائب محمد ابو العنين، لما الارهاب بدا ينتشر وبدا يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، بدات الدول تتحرك، وبالتالي هنا دي كانت الخطوره، لانه كان ايطاليا بتتكلم على المافيا اللي كانت عندهم والالويه الحمراء واللي حصل والدمور واللي حصل في السبعينات والثمانينات في ايطاليا، كان عندهم امور يعني في غايه الصعوبه، خطف وقتل واغتيالات في ايطاليا، فكان الايطاليين بيتكلموا. فدخل النائب محمد العنين قال لهم لا، وانتوا بتتكلموا على ايه؟ بتتكلموا على هنا كان بيحصل ايه؟ طب احنا كان بيحصل عندنا ارهاب وكان بيحصل كذا وكذا، ومحدش كان بيتكلم. وفعلا كان يتلف واتكلم على لما كان بيروح بروكسل وهو في البرلمان المصري في التسعينات وحد 2005 و10، يعني كان في تواجد. فتروح للعالم يقول لك لا، مالناش علاقه بهذا الامر يا جماعه، انتوا دي مشاكلكم، حلوا نفس حلوا الموضوعات دي بينكم وبين بعض، احنا مالنا، انتوا عايزين ليه نسمي؟ فقال لهم هو انتوا النهارده ايه اللي حصل بقى في موضوع الارهاب؟ عملتوا ايه؟ ولكن تحدث بشكل وضع على مصر حاليا والاستثمارات في مصر، الوضع في مصر الان، كانت وقت حكم الاخوان اللي بيحصل ارهاب تفجيرات غيره، النهارده الحمد لله الوضع امن وفي استقرار حقيقي موجود في مصر، شرح ايضا الصوره الحقيقيه اللي موجوده عليها مصر النهارده. وعايز اقول لحضراتكم كمان يعني عدد من اللي كانوا موجودين كتير بيجوا مصر وعارفين، ولكن ايضا مهم تشرح للي ما بيجيش ولا بيسمع عن مصر، ولكن بيشرح من وكيل مجلس النواب، رجل السياسي البرلماني المخضرم. وعايز اقول لحضراتكم علاقاته ما شاء الله، يعني احنا موجودين، مش عايز اقول لحضراتكم الدول اللي موجوده شوفوا بيتكلموا، ده الصوره الجماعيه، الصوره الجماعيه اللي بنشوفها لي طبعا النائب محمد عنين في مقدمه الحضور للبرلمانات وفي حضور وزيره الداخليه الايطاليه وايضا جينارو ميلوري رئيس البرلمان البحر المتوسط، والحضور اللي كانوا شاركوا فيه رؤساء وفود برلمان البحر المتوسط، الصورة الجماعية اللي اتخذت عقب انتهاء الجلسة الأولى لهذا المؤتمر المهم